نبدأ نعلق على شوية رز بالخضار، ونعمل كمان صينية البطاطس بشاميل بكل تفاصيل. على ما أعمل حاجتي تعالى نسلق البطاطس بشاميل، البطاطس بتاعتي. آدي البطاطس بتاعتي قطعتها حلقات، السمك بتاعها ده قدامك أهو، ونقعتها في مية، ونقعتها في مية فيها ملح، خد بالك السمك أهو مهم قوي. وبعد كده مية سخنة بتغلي، أحط فيها ملح خشن، ملح خشن، مية سخنة بتغلي، وبعد كده سقط البطاطس فيها لمدة 10 دقايق، خدي بالك مش عايزها تتهري، أنا عايزها تقطم عشان لسه هتخش مع الطاجن تاخد بشاميل والحشو، وتخش الفرن تاخد جراتان. تمام؟ أسيبها 10 دقايق فقط لا غير، وفي الأثناء دي أكون مجهزة لها يا حاج ياسر مية بتلج. المية بتلج دي هتعمل إيه يا حسن؟ هتخليها تتماسك وما تتهريش. إحنا هنديها صدمة، مية سخنة بتغلي أهي فيها ملح لمية بتلج عشان تتماسك وما تتهريش معاكي، فخدي بالك من التفاصيل دي. هعلق على البشاميل، هعلق على البشاميل بتاعي وانا شغاله، وهعلق على اللحمه على العصاج. عندي البشاميل 3 معالق من السمنه او الزبده، خدي بالك هو 3 معالق من السمنه او الزبده، وقدهم دقيق 3 معالق دقيق، واحده واحده اهو، وادي 3 معالق من الدقيق عشان تعملي احلى شويه بشاميل، شويه ملح وشوية فلفل أبيض ومكعب مرق، خدي بالك أهو. يبقى أنت حطيتي السمنة أو الزبدة، حطيتي دقيق، حطيتي ملح، وحطيتي كمان فلفل أبيض، وحطيتي مكعب مرق. واحدة واحدة كده هتعملي إيه؟ يا عم محمد صباح الفل. صباح القشطة يا شيخ. نهارك قشطة يا عم محمد. أخبارك يا شيخ؟ كله بونو يا عم محمد، أنت عامل إيه يا حبيبي؟ أيوة. تمام والله الحمد لله في نعمة، أنت أخبارك إيه؟ زي الفل بنفس حضرتك يا محمد. ربنا يعزك، منور يا شيخ والله. صباح الفل يا عم محمد، نهارك قشطة يا غالي. ربنا يعزك يا شيخ. أمرني يا غالي. يا شيخ الأمر لله. بقول لحضرتك عايز طريقة تخزين القوطة مش صحيحة. القوطة؟ ماشي. الكوسة ولا القوطة؟ لا القوطة بس مش صحيحة، يعني مش خزنها صحيحة. ما هي حتى لو دخلت صحيحة هتعمل بعد ما تخرج مية. تمام، خد بالك يعني هي 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 هي، يعني تقطعها ما تقطعهاش هتخرج ميه. عشان تحافظ تمام عليها بدون ميه هتدي اعمل لها بلانشيه، يعني ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح ليمون، وتعمل لها علامه زائد من فوق كده بسيطه قوي، وتنزلها وتعد من 1 لـ10 وتحطها في ميه بتلج، وتشيل من عليها القشر وتقطعها على 4 وتشيل البذر من جوه، وتحتفظ باللحمه فقط لا غير، تعيش معاك في الفريزر سنه وتبقى زي الفل. تحت امرك يا عم محمد. لا لا هي دي هي، ما احنا قلنا ملح ليمون، امال احنا قلنا ايه؟ ميه سخنه بتغلي فيها ملح ليمون، وبعد ما تغلي نعد من 1 لـ10 ونديها صدمه في ميه بتلج، ونشيل عليها الجلد ونقطعها على 4 ونشيل البذر ونحتفظ باللحم. ارجع والنبي ولا داريه، واحده واحده، ارجع للبشاميل. البشاميل اللي انا حورته كده، وعندي هنا 6 كوبايات لبن دافي، انزل عليهم مره واحده كده، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك، وبعد كده اقلب فيها. عندي الخليط ده لازم يربط ويبقى انسياب، وعندي البطاطس بتتسلق 10 دقايق في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح خشن، وبعد كده احطها في ايه؟ في الميه بتلج عشان تتماسك. وانا بعمل الكلام ده كله ادي عندي البشاميل جاهز، والطواجن بتاعتي اجهزها، وعندي اي جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر عشان اعمل هنا. تعالى نعمل شويه الرز بتوعي. هعمل رز بايه؟ بالخضار. الرز بتاعي بالخضار زي ما انت شايف، بحط له معلقه سمنه تقدح عندي، بحط عندي بصلتين عشان ادبلهم، فصين توم قطع عليهم كده، خد بالك اهو. صباح الفل يا استاذه رانيا. الو. صباح الفل يا استاذتنا. ايوه يا شيخ حسن. نهارك قشطه يا استاذه رانيا. ايوه كنت نعرف طريقه الطحينه ايه؟ الطحينه حاضر، حاجه تاني؟ لا شكرا. بص طيب انت... بقى وقول طريقة الكريب. الايه يا فندم؟ طريقة عجينة الكريب. الكريب حاضر. هقول لك دلوقتي الطحينة، هقول لك الكريب تاني. الطحينة عشان تعمليها بتجيبي كوباية من السمسم، بتنقيها وتشطفيها وتسيبيها تنشف. وبعد كده بتحمصيها في طاسة. التحميصة دي بتديك اللون بتاع الطحينة، يا إما فاتح يا إما غامق. لو أنت سبتيها فاتحة هتطلع الطحينة فاتحة. لو أنت سبتيها غامقة هتطلع الطحينة غامقة. بعد ما تحمصيها تروحي حاطه عليها معلقه واحد دقيق، وتقلبيهم مع بعض،
وتحطيها في الخلاط وتنزلي عليها بكوبايه زيت ذره واحده واحده. عندك الطحينه مع سنه ملح، يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكات. وقلنا الكريب ثلاث بيضات، معلقه زبده سايحه، ومعلقه زيت سايح، ومعلقتين سكر، وذره فانيليا، وكوبايه دقيق، وبعد كده كوبايتين ونص لبن دافي. كل ده تخلطيهم مع بعض وتصفيهم، يطلع عندك الكريب الحلو الفانيليا. عايزاه كريب شوكولا، بتشيلي معلقه من الدقيق وتحطي معلقه من الكاكاو. انا هنا بعلق على البشاميل قدامك اهو، تقليب مستمر. وهنا بعمل الرز بالخضار. بعد ما التوم القطع والبصل بقى شفاف كده، احط له عندي كيس خضار مشكل. خطواتك كده كلها قدامك، واحوره. خطواتك كده كلها قدامك اهو، احوره واسويه مع بعض. وتعالى اخد كوبايتين ونص من الرز المصري اشطفهم. يبقى خطواتك كده كلها قدامك، اشطف الرز. على ما اشطف الرز نشوف اخبار البطاطس ايه. البطاطس بتاعتي اقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. بص التفاصيل قدامك، طالعه ديسكات متساويه، احطها في ميه بتلج على طول. يا تفاصيلك يا حاجي، عشان تعمل صدمه من ميه سخنه بتغلي، الميه مفرزه تعمل صدمه تتماسك. بص بقى التريكه اللي انا عايزها هي دي، تتماسك كده كده قدامك، قدامك اهي، اضغط عليها متماسكه. يا تفاصيلك. وما تنسيش اللحمه بتاعتي بتاعت الموز الناعمه الجميله اللي انا تبلتها ملح خشن وفلفل خشن، واديتها حبهان سليم وقرنفل سليم وبصل مبشور وطماطم مبشور وصلصه وفلفل حار، تبلتها واسيبها ليله في الثلاجه عشان اعمل احلى طاجن في الدنيا. يا ام مودي صباح البحر يا ام مودي. ازيك يا رشيد حسن؟ صباح الرضا وصباح الاسكندرانيه حبايبنا الحلوين. انا فرحانه قوي صوتك يا سيد حسن. ده شرف ليا يا ام مودي يا غاليه، شرف ليا والله. تحت امرك يا ام مودي. بصراحه انا نفسي طريقه عمل البيتزا دي. عايزه البيتزا ايه؟ البيتزا البيتي. حاضر هقولها لك حالا. حاجه تاني؟ تحت امرك يا ام مودي، هقولها لك وانا شغال. عشان تعملي بيتزا بيتي، واحنا بنعمل البشاميل الانسيابي ده، خمس كوبايات دقيق جميع الاستعمالات نمره واحد، معلقة خميرة فورية كبيرة، معلقة بيكنج باودر، هتحطي معلقة زيت، نص معلقة سكر، نص معلقة ملح، كوباية من الزبادي، نص كمية الدقيق مية، هتعجنيه كويس جدا 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 وتغطيها وتسيبيها تستريح. بعد ما استريح بتجيبي الصاج بتاع الفرن بتاعك بتنضفيه كويس وتدهنيه مادة دهنية، تاخدي العجينة دي تفرديها بسمك نص سنتي في الصاج كله. هتعملي لها صلصة، صلصة طماطم عادية من العلبة، معلقة كاتشب تدهنيها، تحط الحشو اللي انت عايزاه، تحط شويه جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي زي ما انت عايزه. وما تنسيش تجيبي شويه طماطم تعمليهم شرايح، وشويه فلفل الوان شرايح، وشويه بصل شرايح، وشويه زيتون اسود او اخضر شرايح، وترش عليها من فوق شويه جبنه تاني، وتحطيها كمان في الفرن على درجه حراره 250 لمده 25 دقيقه، وتطلع بقى تقطعيها مربعات، مثلثات، دواير زي ما انت عايزه وبالهنا والشفا. خطواتك كده كلها قدامك اهو. البشاميل بقول لك يا تفاصيله، انا عايزك تشوف البشاميل الانسيابي. كل شيء محسوب ومدروس، في الاخر النتيجه طالعه عليك انت زي الفل. بصي قدامك اهو، واحده واحده كده الصوص اهو بيقول لك يا تفاصيله. يا انسياباتاتك، ادي هنا اركنه. اركنه اعمل بيه ايه يا عم حسن؟ عشان بعد كده ابدا اعمل تكنيك بتاعي وخطواتك وتكاتك. واحده واحده كده مع ارجع هنا للرز بتاعي، الرز بتاعي بشطفه ورا، وادي الخضار المشكل. واديته ايه يا حسن الخضار المشكل؟ اديته بصل توم سليم، واديته خضار مشكل. خد وده معايا كده، اروح جايب الرز اللي انا شطفته ده كده مصفياه. يا استاذه نانسي. ايوه صباح الفل يا استاذه نانسي. ايوه ازاي الحال يا سيف؟ نهارك قشطه وسلام لكل اهل المنيا. ازاي الحال يا سيف؟ عايزه اسالك على حاجه شيء. اتفضلي يا نانس. عايزه اسالك على حاجه شيء. وطي التلفزيون بس يا نانس. نانسي بعد اذنك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان اسمعك يا حبيبتي. اما اعمل العجده بتاع البسبوسه اما تنشف مني. مال ايه بتقولي ايه؟ العجده بتاع البسبوسه اما تنشف مني. ما لو نشفت مش هينفع تتعدل، فعشان تتعدل لازم تبداي من الاول صح. هقول لك يا نانسي، هما كلنا اسمهم نانسي مشاغبين زي اللي عندي كده. هقول لك يا نانسي، هقول لك يا نانسي احلى بسبوسه تعمليها وتغلبي نانسي اللي عندي هنا.
تعالي بص يا حبيبتي، بتجيبي 3 كوبايات من دقيق السميد، معلقتين جوز هند ناعمين، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وتقلبيهم مع بعض في وعاء على النار. بتحطي 3 ارباع كوبايه سمنه تسيحيها، 3 ارباع كوبايه كبيره من اللبن تدفيها، 3 ارباع كوبايه من السكر تدوبيها مع السمنه ومن اللبن، نص كوبايه من الشربات التقيل بتاع الكنافه تدوبيهم مع بعض، تتاكدي ان هم دفيوا ودابوا مع بعض ومش سخنين، هترجعيهم على دقيق السميد وجوز الهند والبيكنج باودر وتقلبيهم يبقى مرمل. تفرديهم في صينيه قطرها 28 سم، وتكون ايه مدهونه ماده دهنيه، وتكون كمان ايه تكون واخده شويه طحينه، وتبل ايدك بالميه وتوزعي الخليط ده، وبعد كده تخبطيها خبطتين وتاكدي ان سمكها نص عقله صبعك، تدخليها الفرن على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق، بعد 5 دقائق بتخفضيها الى 200 وتسيبيها 25 دقيقه، بعد كده بتحط كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه على النار يغلوا، بعد ما يغلوا تديهم عصير ليمونه، بعد الغليان وتستوي البسبوسه تاخد اللون الذهبي الغامق، الشربات بيغلي والبسبوسه سخنه، يقابلوا بعض هتطلع معاكي زي الفل. تعالى بقى هنا نشوف هنعمل ايه. ادي حورت الرز بعد ما شطفته، اديله ضعف مره وربع من كميه الرز، يبقى قد ايه يعني ايه مره وربع؟ مع شويه ملح مع شويه فلفل كده قدامك اهو، واحورهم واتاكد ان السايل اللي هو الشوربه او الميه نص سنتي فوق الحاجه بتاعتي، احورهم كلهم مع بعض عشان استمتع باحلى شويه رز بالخضار في ايام الشتاء الجميله دي، تدي طاقه لاولادك وريحه جميله في البيت عشان تستمتعي بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. وما تنسيش ان شويه التوم اللي انا حطاهم دول زي ما انت شايف كده قدام، اسيبهم اول ما يتشربوا اعمل النار للنص، خطواتك كده كلها قدام. تعالى بقى نعلق على شوية اللحمة العصاد. أنا عملت البشاميل زي ما أنت شايف كده قدامك أهو، انسيابي وزي الفل. أدي البشاميل بتاعي أهو قدامك، كل تفاصيلك كده كلها قدامك أهو، أدي البشاميل قدامك أهو، وأدي البطاطس اللي أنا سلقتها في مية سخنة بتغلي فيها سنة ملح وحطيتها بتلج 10 دقايق السلق جاهزة عندي، وعندي جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، ما توقفيش على حاجة. تعالي بقى نعمل اللحمه العصاد. معلقه سمنه او زبده على النار عندي، بصلايه، خطواتك كده كلها قدامك، فصين توم مهروسين، خطواتك كده كلها قدامك، طعامي بيه. وانت بتعملي الكلام ده كله خطواتك دي كلها قدامك اهو، البصل واحده واحده كده مع التوم مع المادة الدهنية يبقى شفاف خالص، تستعجليش عليه خالص. أروح هنا جاية وأنا بعمل اللحمة العصاج بتاعي، أبدأ أعمل التكنيك بتاع الطاجن. بجيب البايركس بتاعي أهو، وأروح جاية واخدة كبشة نظيف وناشف، واخدة كبشة من البشاميل ده كده وموزعاه، خد بالك من التفاصيل، والبشاميل انسيابي خالص. وأروح جايبة البطاطس بتاعتي رصاها كده، خد بالك أهو، اعمل طبقه من البطاطس ارصها كده قدامك اهو التفاصيل، وشايف البطاطس محمله معايا ازاي عشان التكنيك اللي احنا عملناه بميه بتلج. خطواتك كده اهو قدامك اهو، واحده واحده كده، عشان على ما اللحمه تجهز تكوني رصيتي الطاجن بتاعك البايركس بتاعك زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدامك اهو، شويه بشاميل تحت، شويه بقسماط زي ما انت عايزه عشان تعملي الطاجن زي ما انت شايف كده قدام. خطواتك كده كلها قدامك اهو. بعد كده خدي بالك من التركه اللي جايه دي برضو، اروح جايبه البشاميل كده فوق تاني مسقساه عليه من فوق. ليه يا حسن؟ عشان البطاطس تتماسك، عشان البطاطس تتماسك. وبعد ما سقسقت عليها بشاميل من فوق هتعمل ايه؟ شويه جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر زي ما انت عايز. تعالى نعمل اللحمه العصاج بتاعتي. انا حطيت الماده الدهنيه، حطيت التومه، حطيت البصله، كله بقى شفاف كده. بديله عندي هنا معلقه صلصه، احور معلقه الصلصه في البصل والتوم والماده الدهنيه كويس، اطلع منها الماده الحافظه واطلع منها الملوحه اللي موجوده في الصلصه كده زي ما انت شايف. وارجع هنا ادي تقليبه شويه الرز بالخضار بتوعي يا تفاصيله، كل التفاصيل قدام.
يا دكتور صباح الفل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيف حسن، أنا الدكتور طارق المرسي استشاري أول الكلى والمسالك. أهلا بيك المحلة. شرفتنا شرفتنا يا دكتور. أهلا أهلا. شرفتنا يا فندم. وأنا بقول لك يا مدرسة، لأن المدرسة دي بتعلم الناس صغير، بتعلمهم في الحضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي، فأنت بتعلم الناس من البداية علشان يقدروا يعملوا كل حاجة صح. واهم حاجة كمان في حضرتك ان حضرتك بتعيد وتزيد وبتكتب على الشاشة وفي اخر الحلقة كمان بتعرض تاني، ودي حاجة من هي سهلة ومحدش بيعملها غير حضرتك. الحمد لله. ودي امانة لازم نبلغها لك. ربنا يخليك يا دكتور. دي اول حاجة. تاني حاجة ببلغ سلامي لبرضو شيف زميل حضرتك الشيف علاء الشربيني، ان ربنا يشفيه وعافيه. امين. لا طمنه على علاء، مفيش اي حاجه، ده عمليه دوالي مفيش فيه اي مشكله. طب الحمد لله. سيبك من البروباجندا اللي اتعملت دي. هو الراجل دوالي عاديه خالص، مفيش اي حاجه. الله يبارك. الراجل زي الفل وزي التمام والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. لا الحمد لله. بمناسبه اللحمه بقى حضرتك على طول، انا اول حضرتك الناس كلها بتهجم وتقول عاوزين يشتروا حته لحمه حمراء. حته لحمه حمراء. لا انا عاوز انقل رساله لحضرتك. يعني كل حته في اللحمه او في الذبيحه ليها استخدامها في اكله معينه. صح صح. يعني كده. انا مثلا احب عاوز اكل ستيك، يبقى لازم اكل حته من هنا. يعني حضرتك يا ريت تقول للناس ان قطع اللحم الحته دي مش شرط انها تكون ملبسه، ممكن ملبسه بستخدمها في اكله معينه. لا ده انا هزود على اللي حضرتك قلته يا دكتور، ان كل اللحمه حتى لو حمرا 100% فيها 15% في الانسجه بتاعتها فات. اي لحمه حمرا 100% فيها 15% فات، اللي هي الانسجه الداخليه بتاعت اللحم. اتفضل يا دكتور، كمل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. حاضر يا دكتور، هنعمل حلقة تفصيلية عن كل قطعة في العجل، ده استعمله ايه وده استعمله ايه وده استعمله ايه، ومشكلة احنا عايزين نقل من اللحمة ومن اللحمة البيضة ومن الأسماك، ونرجع تاني ونرجع تاني للبروتين النباتي عشان صحة الإنسان واستمرار صحة الإنسان. عندي هنا المادة الدهنية والبصل والثوم والصلصة تحوروا كده، أروح جايبة كوباية لحمة مفرومة واروح جاية محورها كده زي ما انت شايف قدامك. وانا بحورها كده عشان اعمل الكلام ده كله مع بعض، بجيب لها عندي معلقتين مية سخنة بتغلي او شوربة، بس هديها طماطماية مبشورة، هديها شوية ملح وشوية فلفل وشوية بهار، وعندي زيتون، عندي زيتون اخضر زيتون اسود، وادي لها معلقتين الميه واسيبها تقصر واقول سلام عليكم يا عم خيري يا حبيبنا جميل من الجزائر. عايز اعمل بسبوسه. بسبوسه البسبوسه المصريه يا عم خيري. ايه حاضر. إيه؟ حاجه تاني بسبوسه مع بسبوسه حاضر من عندي قبل عندي يا استاذ خيري. حاضر هقولها لك. تحية ليك ولكل مشاهدينا في الجزائر وفي المغرب العربي كله وفي الوطن العربي كله. تحت أمرك يا عمي، تحت أمرك. البسبوسة سهلة جدا. خلاص قفل يا أستاذة نانسي عشان أخليه يكتب، عشان نعمل بسبوسة مصرية بتفاصيلها وحركاتها وتكتها. بجيب صينية كترها 28 سنتي، بدهنها مادة دهنية واسيبها تبرد تجمد بالسمنة، بعد كده بدهنها معلقة من الطحينة واركنها جانبا، وأجيب وعاء أحط فيه 3 كوبايات كبار من دقيق السميت الناعم اللي هو السمولينا، واحط عليه معلقتين جوز هندي ناعمين، واحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، واقلبهم مع بعض في وعاء اخر على النار، بحط 3/4 كوبايه كبيره من السمنه اسيحها ونار هاديه، 3/4 كوبايه من اللبن ادفيه، 3/4 كوبايه من السكر ادوبه، نص كوبايه شربات تقيل اللي هو القطر بتاع ايه الكنافه، ادوب السمنه واللبن والسكر والشربات التقيل كويس قوي ويبقوا دافيين ما يكونوش سخنين، وبعد كده ارجعهم على الخليط اللي فات اللي هو السميت وجوز الهند وبيكنج باودر واقلبه بايديا يبقى مرمل. اخد الخليط ده كله احطه في الصينيه اللي انا دهنها ماده دهنيه ومبطنها طحينه، وبلي ايدي ميه واوزع الخليط ده كله متساوي، واخبط خبطتين عشان لو في هواء ما تكونش معيشه، واتاكد من كل حته ان السمك نص عقله صبعي. اكون فرني ظبطاه على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق. بعد 5 دقائق حسن بتعمل ايه؟ بخفض الحراره الى 200، واروح على البوتاجاز اجيب كوبايتين من السكر ادوبهم مع كوبايتين من الميه، وبعد كده اعمل ايه يا حسن؟ بعد كده ايه
بحطهم على النار يغلوا، بعد الغليان 5 دقائق بدلهم واحد عصير ليمونه واسيبهم يغلوا. البسبوسه عشان تستمتعي بيها اذا كانت ساده او بالمكسرات او تعمليها بالقشطه بعد ما تبرد، لازم حضرتك تاخد اللون الذهبي الغامق وتكون طالعه من الفرن سخنه والشربات بيغلي. هتديها الشربات هتشرب تعرف ان هي ناجحه، ما شربتش تعرف ان هي فاشله. وبالهنا والشفا وسلام لكل الجزائريين والمغرب العربي. عندي اللحمه بتاعتي زي ما انت شايف كده قصرت، بعد ما اديتها ايه معلقتين من الميه او الشوربه عشان تبقى مخرزه كده. خد بالك هي دي شويه الترميله دي اللي انا عايزها. هنا عملت ايه؟ تعال كده شوف. عملت الطاجن بتاعي، اديته شويه بشاميل، واديته البطاطس اللي انا اديتها صدمه في ميه سخنه بتغلي فيها ملح وميه بتلج 10 دقائق، اديتها شويه ورصيتهم وشويه جبنه. اخد اللحمه دي، بص التريكات، ابدا اوزعها على الطبقه الاولى من البطاطس اللي فيها البشاميل. خد بالك من التفاصيل اهو. حاضر، واحده واحده كده. التركه المهمه وزعي اللحمه في كل حته عشان تعملي احلى طاجن 100 مره احلى من المكرونه بشاميل، وما تنسيش تدعي لي. خدي بالك من التفاصيل ومن الافكار دي. واحده واحده كده، تمام؟ اروح جايبه ايه يا عم حسن؟ كبشه من البشاميل، واحده واحده كده، اجيب معلقه اسوي بيها الحاجه بتاعتي. وبعد كده نشوف البشاميل بتاعنا. اخد كده اوزع الحاجه بتاعتي عشان تكون ماسكه نفسها لما اجي اقطع الخرط بتاع البطاطس البشاميل، لازم تكون ماسكه نفسها. هعمل ايه؟ كبشه من البشاميل الانسيابي ده، خد بالك اهو، كبشه من البشاميل دي عشان اما احط الطبقه الثانيه من البطاطس تمسك. هتمسك ازاي؟ بالبشاميل وجبنه، هدي جبنه دلوقتي وبشاميل عشان اما تيجي تقطعيها خرط تستمتعي بيها. خدي بالك من التفاصيل اهو، واحدة واحدة كده. واروح جاية واخدة شوية جبنة، أي نوع من الجبنة ما تقفيش، وزي بالهنا والشفا، واحدة واحدة كده مع بعض، واحدة واحدة كده اهو. وبنفس الطريقة هرص برضو الشرايح بتاعتي بتاعت البطاطس اللي أنا مديها صدمة في مية بتلج بالشكل ده، وبعد كده هديها بشاميل وجبنة وأزقها في الفرن على درجة حرارة 180 25 دقيقة عشان تستمتعي بأحلى جراتان بتركات وحركات الشيف حسن. لكن التركات والحركات لا نسعى، انتظروني.